جمال وحلاوة الست المصرية مش بس من أيام إيزادور، ده موجود ومكمل معانا لغاية دلوقتي. دلوقتي خلينا نحكي بقى حكاية تانية برضو عن جمال الست المصرية. هبة الجوهري دي ست من الشرقية، ارتبطت بزوجها بعد قصة حب كبيرة، وعشان كده لما زوجها احتاجها وقت المرض كان قرارها الوحيد إنها تتبرع ليه بفص الكبد الكامل بتاعها عشان يقدر إن هو يتجاوز محنته المرضية. جدعنة الست المصرية العادة. طبعا هو ده الحب والعطاء اللي بيخلي الناس تكمل حياتها وتعيش سنين طويلة في ود وتفاهم ومودة ورحمة. خلينا نشوف حكاية هبة في سياق هذا التقرير. قصص الحب دايما مرتبطة باختيار شريك الحياة، بس هل يا ترى عشنا معنى الجملة أو اكتشفنا مع مرور الأيام والشهور والسنين إننا اخترنا شريك الحياة بجد؟ ده اللي اكتشفناه في حكايتنا معاكم من محافظة الشرقية، حكاية أبطالها أثبتوا فعلاً إن الحب مش بس حلاوة البدايات، لكن بحلاوة الاستمرار وقت الأزمات، وإنهم عرفوا يختاروا بعض صح، وإن بطل منهم قرر ينقذ التاني عشان يكمل معاه ويكون فعلاً شريك الحياة. أنا عرفت مراتي عن طريق صديقي يعني، فرحت لهم ولقيتهم أبوها الله يرحمه كان متسامح جدا ومتساهل جدا في موضوع الزواج. هو أول ما تقدمني حسيت إن هو إنسان كويس ومحترم وطيب وكده، والدي برضه توسم فيه إن هو كويس. تعبت شوية ورحت عملت شوية تحاليل، مجموعة تحاليل ظهر منها إن أنا عندي فيروس سي، هي حالة نشطة يعني. قلت لهم يا جماعة أنا رحت عملت تحاليل وكده وطلع عندي فيروس سي. كان ساعتها الفيروس ده من 17 سنة ما كانش له علاج ولا الكلام ده خالص، زي النهاردة كده العلاجات موجودة والحياة متاحة وكده يعني. كنا طبيعيين عادي خالص، بعدين فجأة هو قال لي إن هو مصاب بفيروس سي وحالة نشطة، فأنا زعلت جدا وعيطت وكده وقلت لوالدي. طبعا والدي قال لي أنت ده حاجة حرية خاصة بيكي، عايزة تكملي كملي، وأنا برضو كنت موافقة على رأيي، لأن أنا قلت يعني برضو مش هتخلى عنه. ما كنتش متوقع يعني تماما ان هم هيوافقوا، خصوصا هي بنت وحيده لابوها وامها، وحسيت انها ان هم ناس مؤدبين. لازم اصل العمليه مش لعب عيال يعني، ده دي حياه مع بعض مشتركه بتمشي فيها على الحلو وعلى المر. مع الوقت تعبت، الهضم ما ظبطش معايا، تيجي تاكل تلاقي نفسك مش قادر تهضم، وبعدين بعد كده رحت معهد الكبد القومي في فم الخليج في القاهره، خدت 48 حقنه البط، طلع برضو الفيروس زي ما هو بعد ال 48 حقنه، وبعدين بعد كده تعبت برضو، وبعدين طلع العلاج الجديد اللي هو السوفالدي، خدت السوفالدي لمده 3 شهور برضو ما نفعش، راحوا مديني سوفالدي زائد ديجلانزا تاني 3 شهور برضو ما نفعش، راحوا مديني سوفالدي وديجلانزا ونوع ثالث لمده 6 شهور، بعد كده ادى ايه نيجاتيف الفيروس راح. بس الفيروس قبل ما يمشي كان ليا في الكبد كله، بعد كده اكتشفت ان عندي ورم في الكبد، فالدكاتره يقول لي كده مالكش حل الا انك تزرع. طبعا ازرع كبد حاجه مكلفه، واجيب من فين؟ واجيب من متبرع؟ بصيت في جرايبي كلهم، في اقرب الناس ليا، ما لقيتش حد. مين هيديني؟ مش حد هيديني، اذا كان الناس ما بتتبرعش بكيس دم، هيدوني كبد؟ والله أول ما عرفنا موضوع الورم دوت وزراعة الكبد زعلت جدا، يعني إن بعرف إن الورم ده خلاص يعني وفاية، ففكرنا كده وزعلنا وكده والحمد لله، بس برضه ربنا حط في قلوبنا الأمل برضه. قلت لهم يا جماعة أنا ما أقدرش أحكم على حد في حياتي كله إلا مراتي دي، وكانت ضعيفة خالص كده يعني، بقولها بهزار بضحك يعني. فكان موقف معايا أستاذ دكتور يحيى زكريا قال لي لا مش أنت رجل تنفع ما تنفعش، نعمل تحليل. فهي وكانت قلت معانا جت نعمل. فلما الدكتور قال ايه رايك تعملي تحليل؟ قلت ايوه. عملنا التحليل طلعت فصيله الدم متطفره. قال لي نكمل؟ قلت له اه كمل باقي التحاليل كلها عادي خالص. بدانا على طول في الاجراءات لغايه لما خلصنا، بس كانت العيله عندي في البيت كانوا معارضين، وعندها برضه كانوا معارضين، لان الحاله كانت ميؤوس منها، الحاله كانت خطيره صعبه، فكان بيقول لك لا خلاص دي يعني انت يعني كده الله يسهل لك، انت هتموت شهيد. حتى كان في صعوبات، لازم 2 من قرايب هيوافقوا،
صعب عشان تجيب من اهلها اتنين يوافقوا. الاهل بقى هم اللي كانوا ايه معارضين، بيقولوا لا كفايه واحد بس يخش العمليات، حضرتك انتوا الاثنين في اوضه العمليات، ويا عالم حجراتكم ايه وعيالكم مش لهم حد وعيالكم مين يقعد بيهم. بس طبعا اراده الله فوق كل شيء. والله انا كنت بقولها يعني مش لازم، يعني اصل اللي احنا المكتوب هنشوفه وخلاص ومش لازم تتبرعوا كده، بس هي يعني ايه هي اللي صممت على التبرع يعني. عشان خاطر الحياه تبقى مستمره ونعمل اللي علينا عشان مش نرجع نقول يا ريت، نعمل اللي ربنا يوفقنا بيه، وتسهيل ربنا بقى هي اللي بتوفقنا لكل حاجه. والله أنا كويس تمام صحياً 100% زي واحد طبيعي عادي خالص. هو بس بتابع باخد علاج وبتابع مع الدكاترة، بيتابعوا لي المناعة نزلت طلعت، زود المناعة نزل المناعة شوية وكده، أدوية المناعة وكده بس، وكويس الحمد لله تمام طبيعي خالص، صحيت طبيعي خالص ومارس حياتي كلها طبيعية. طبعاً مبسوطة طبعاً هو كويس في وسط ولاده وفي وسطينا نفس الوقت، يعني الحياة ماشية طبيعية الحمد لله، ووجوده في حياتنا برضو حاجة حلوة طبعا. لو أنا مش بحبه يعني مش معقولة كنت عامل في نفسي كده معايا. البني آدم المتفاهم وبعرف مصالحه وعارف هو بيعمل إيه، مفيش خلافات، الحب بيزيد أصلا، بيبدأ صغير وبيكبر. الحب معاني كبيرة، الحب ده حياة، يعني كل واحد بيراعي شعور التاني في كل حاجة، يكون في تعاون ومحبه. لما يكون في حب الانسان بينسى وبيسامح وبيتواضع وبيرجع كل حاجه لاساسها. دايما قصص الحب بتكون مرتبطه باختيار شريك الحياه، بس اعتقد اول مره نعيش الجمله وتثبت لنا حكايه احمد وهبه ان الحب الحقيقي مهما مر عليه الايام والشهور والسنين بيفضل ساكن جوه القلب، وان الحب مش دايما بحلاوه البدايات لكن بحلاوة الاستمرار وقت الأزمات، وإن البطل الحقيقي اللي بينقذ التاني عشان يكمل معاه ويكون فعلا شريك الحياة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.